ما الأمر حضرة الطبيب؟ الأمر بسيط. ما بها؟ مبروك، إنها حامل. مولاي ينتظرك في الشرفة حضرة الطبيب. حاضر. السلام على مولاي. ما الأمر؟ ما بها؟ إنها حامل مولاي. ماذا؟ ماذا قلت؟ حامل، وأقدر أنها حامل منذ أكثر من شهرين. انصرف. بالإذن مولاي. تفضل. حبيبتي، ما بك؟ ألست سعيدة؟ ستصبحين أما. لدي شعور بأن هذا الخبر سيقع كالصاعقة على الملك. معقول؟ لا لا، أنا أعتقد بأن هذا الخبر سيفرح قلب الملك. هو الذي يحب الأطفال الغرباء، سيفرح كثيرا لهذا الخبر، أنا متأكدة من ذلك. الأمر ليس بهذه البساطة راجية. حياة الملك معقدة، مضطربة. إنه يمنعني من البوح بحب له. لقد أصبح يخاف من الحب، من السعادة. قد لا يقبل بأن يربطني به طفل صغير. قد يرفضه ويرفضني ويرفض العائلة التي ستتكون. الملك لم يعد يؤمن بالعائلة ولا بالزواج ولا بالوعود التي يعتبرها كاذبة. أنت مخطئة، سترين بأنك مخطئة. سأذهب إلى الملك الآن وسأعود إليك بأجمل الأخبار، سترين. مولاي راجية، كنت سأرسل بطلبك. أنا هنا مولاي. أخبرني الطبيب بأن شهرزاد تحمل مولودا. ابنك مولاي، تحمل ابنك. اسكتي واسمعيني. لقد خدعتني لأنها تعرف تماما بأنني لا أقوى على قتل جنين. ولكن مولاي. قلت لك اسكتي. ستبقى شهرزاد هنا في القصر وتربي الطفل، ولكنني لا أريد أن أراها بعد اليوم. لا أفهم مولاي. قولي لشهرزاد بأنها نجحت بمخططها، ستبقى هنا في القصر ولكن كجارية من جارياتي، وستقوم بتربية الطفل وستحتفظ به لأنني لا أريدها. لا تريد ابنك؟ لا، لا أريدها ولا أريده. قل لي يا مولاي، أين رميت بقلبك؟ كان في البحر، سأنزل إلى أعماقه وأوعده إليه. رميته في الصحراء،
سأجوب الصحراء مفتشة عنه وأجده وأعيده إليك. حتى إن رميته في وسط اللهيب سأرمي بنفسي في النار وأعيده إليك. أنا لم أعد أطيق أن أراك هكذا. أقف كالصخرة التي لم تعرف طعم المطر منذ مئات السنين. كيف تتجرئين وتخاطبينني هكذا؟ غضبت مني؟ اقتلني، اقتلني، اقتل المرأة التي ربتك، اقتل المرأة التي كبرتك. انا لم اخفك يوما، فلما اخافك اليوم؟ سأبقى إلى جانب شهرزاد إلى أن تلد طفلها. سأبقى إلى جانبها حتى آخر يوم من حياتها. سأبقى إلى جانبها أساعدها على تربيتي حفيدي. أنت تحملين جنينا وقد تؤذي، ولكن لماذا؟ لماذا راجية؟ لماذا لا يستطيع أن يحبني؟ لماذا لا يستطيع أن ينسى الماضي؟ سينسى، سينسى، أنا متأكدة من ذلك. لن أبقى هنا كجارية من جواري القصر، سأعود إلى عائلتي، وإن أراد قتلي فليقتلني. لن يدعك ترحلي. إنه لا يريدني راجية، لا يريد أن يراني بعد اليوم. إنه لا يحبني، لماذا يحبسني هنا؟ لأنه يريدك يحبسك هنا، لأنه يريد أن يراك كل يوم، لأنه يحبك يحبسك هنا. أنت تخففين عني ليس إلا. لا، أنا أمه، والأم أدرى بقلب ولدها ومشاعره. أصبري، أصبري يا ابنتي، لن تكوني أبدا جارية. سيعدل قريبا عن كل كلمة قالها اليوم.